وللوقوف على تصريحات مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دكتور مثنى حارث الضاري في لقائه الخاص مع قناة الرافدين، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريم. يا مرحبا. تحدث مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دكتور مثنى الضاري في لقاء خاص مع الرافدين عن دعاءات ما يعرف بمحور المقاومة الإسلامية التابع لإيران في العراق. ما حقيقة هذه الادعاءات حول مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي؟ نعم، اليوم مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري أكد في حواره الخاص الرافدين أنه رفض وكذب تخرصات ما يسمى بمحور المقاومة التي حاول من خلالها حسن نصر الله أن يسرق المقاومة العراقية وشهدائها الأبرار وأن ينسبها إلى ما يعرف بمحور المقاومة. وإذا أردنا أن نرد على تخرصات حسن نصر الله وادعاءاته الكاذبة فممكن تناول هذا الأمر من جانبين. الجانب الأول وهو الشواهد والدلائل على أرض الواقع، والجانب الثاني الجانب التعاون والتوافق وعقد الاتفاقيات ما بين الأمريكان وما يسمى بمحور المقاومة. الوقائع والشواهد على الأرض العراقية تثبت بالدليل القاطع أن ما يسمى محور المقاومة هو جاء مع الاحتلال الأمريكي للعراق وأحد أدوات الاحتلال الأمريكي التي ضربت العراق. فمن غير المعقول أن يخرج علينا شخص الآن ويقول إن المتعاون مع المحتل الأمريكي للعراق هو من قاوم الاحتلال، يعني هذا يريد أن يحاول أن يحجب الشمس بغربال في رابعة النهار. الأمر المهم الذي أشار له مسؤول القسم السياسي دكتور مثنى اليوم في لقائه هو أن من ميزات المقاومة العراقية هو أنها انطلقت بعد الاحتلال مباشرة، وأيضا لم تحصل على دعم سياسي دولي داخلي أو خارجي كما حصل لحركات التحرير الأخرى. الجانب المهم الآخر الذي تناوله مسؤول القسم السياسي اليوم هو أن الدولة الإيرانية كانت الراعي الرسمي لما يسمى أو يدعى محور المقاومة، هي من اعترفت بأنها تدعم الاحتلال الأمريكي للعراق، وهي من اعترفت بأنها لولاها لما دخل الأمريكيون إلى العراق. فكيف يعقل أن يأتي عاقل ليحاول أن يمرر كذبة أن محور المقاومة هو من قاتل الأمريكان في العراق؟ وقد أشار حوار الدكتور مثنى إلى هذا الجانب، بالإضافة إلى واقعنا الآن، السجون الآن مليئة بالمعتقلين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي. من اعتقلهم؟ من عذبهم؟ هي الحكومة التي تمثل جانبا كبيرا من ما يسمى محور المقاومة. لا يمكن أن ننسى فصائل التخويل التي تضم 13 فصيلا، خولت الشيخ حارث الضاري رحمه الله وأصبح ناطقا باسمها، ثم يأتي بعد ذلك شخص بعد سنوات عديدة ليقول إن محور المقاومة هو كان للميليشيات الموالية لإيران. أشار دكتور حارث في لقائه عن معذرة أشار الدكتور مثنى في لقائه عن تيار الصدري، ما أسباب عدم اصطفاف القوى التي كانت تسمي نفسها مقاومة إسلامية في العراق، عدم اصطفافها مع تيار الصدري عندما كان في مواجهة الاحتلال الأمريكي بالنجف في عام 2004؟ دعيني أوضح أمر مهم، وهو أن مقتدى الصدر وجماعته في ذلك الوقت هم لم يدخلوا في مقاومة مع الاحتلال الأمريكي من أجل مقاتلة الاحتلال وخروجه من العراق، لأن مقتدى الصدر أيضا كما أشار حديث الدكتور مثنى اليوم يخضع لفتوى عدم جواز مقاتلة القوات الاحتلال الأمريكي في العراق. ولكن عندما جرى خلاف بين الأحزاب الشيعية والمراجع الشيعية بين تقاسم ما يسمى بالكعكة العراقية فيما بينهم، تسببت بنشوب اضطرابات في بعض المناطق وخصوصا في النجف، وهذا الأمر لم يستمر طويلا وانتهى باتفاق تقاسم النفوذ والمصالح بين السياسيين والمراجع الدينية ومنها مقتدى الصدر. وما نراه اليوم أن مقتدى الصدر له عشرات السياسيين في البرلمان وله
جزء من الحكومة هو المتسلط عليها. أما لماذا لم تقم أو تقاوم أو يسند مقتدى الصدر في ذلك الوقت؟ فالأمر واضح جدا، هو لأنهم جزء من مشروع الاحتلال، بل لأن هذه ما يسمى بمحور المقاومة كانوا هم الأداة الأقوى في ترسيخ الاحتلال في العراق. فلا يمكن أن نتصور أن يكونوا هم هؤلاء من يطردون المحتل. حسن نصر الله نفسه الذي خرج بادعاءات كاذبة، أين كان حينها عندما كانت هذه الأحداث تجري في النجف؟ لماذا لم نرى قاسم سليماني في تلك المعارك مع مقتدى الصدر؟ لماذا مقتدى الصدر يذهب إلى هيئة علماء المسلمين ويترك قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس؟ إذن ما يسمى بمحور المقاومة هم لم يقاتلوا الأمريكان، هم كانوا داعمين للاحتلال الأمريكي، والدليل أننا عندما رأينا قاسم سليماني رأيناه الطائرات الأمريكية تحميه والميليشيات، وقاسم سليماني يدخل المناطق السنية في الموصل وفي الفلوجة وفي صلاح الدين. لم نرى قاسم سليماني يقاتل الأمريكان، وإنما رأيناه يضرب المدن ويهدم المدن ويسقط البيوت على ساكنيها. الموصل إلى الآن مئات الجثث لم تخرج من 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 تحت الأنقاض، لأن كان الذي يقود على أرض المعركة قاسم سليماني وما يسمى بمحور المقاومة، ومن يحميهم من الجو هي القوات الأمريكية التي يدعي حسن نصر الله أن هذه المحور المقاومة يقاتل أمريكا. رغم كل هذه الحقائق التاريخية دكتور، ما تزال هذه القوى تصر على أنها شاركت وساهمت في مقاومة الاحتلال الأمريكي منذ 17 عاما، كيف يفسر هذا الإصرار؟ اليوم اللقاء طبعا أشار إلى نقاط مهمة جدا، وهي إذا كان كلام حسن نصر الله صحيحا، لماذا لم يذهب مقتدى الصدر والخزعلي إلى إيران ليطلبوا منهم فك الحصار المفروض على النجف من قبل القوات الأمريكية؟ لماذا يذهبون إلى هيئة علماء المسلمين؟ إذن الأمر هو واضح جدا، وهو أن سليماني والمهندس لم يكونوا في جانب المقاومة أبدا، بل كانوا يبشرون ويدعون إلى الاحتلال. وحقيقة ما رأيناه من تخرصات لحسن نصر الله هي لا تتجاوز أن إعادة محاولة لإعادة الصورة التي خدع الناس فيها على مدار سنوات، عندما كان حسن نصر الله يدعي أنه هو يمثل محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني والكيان الأمريكي، ولكننا وجدنا أن الأمور مختلفة تماما، أنهم يتعاونون مع المحتل للقضاء على البلاد الإسلامية. كيف تفسر أيضا مطالب القوى السياسية الموالية لإيران في وسائل إعلامها بخروج القوات الأمريكية من العراق؟ أولا لابد أن نؤكد على مسألة مهمة، وهي أن الأحزاب السياسية والميليشياوية المتواجدة على أرض العراق هي أداة من أدوات إيران. إيران تستخدمها لمصالحها الخاصة، والعراق أصبح أرض صراع تستخدمه إيران مع الدول المجاورة وحتى مع أمريكا، بعد أن تعاون الاثنان على احتلال العراق، بعد أن حصلت الخلافات في السنوات القليلة الماضية بسبب المشروع النووي الإيراني، حصلت خلافات ما بين الرؤية الأمريكية والإيرانية، ولكن ما يحصل هو ليس مقاومة حقيقية. حصلت هناك بعض التعرضات للقوات الأمريكية، تعرضوا للعمل النقل للدعم اللوجستي الأمريكي، هذا تعرضوا لمحاولات طفيفة جدا، ضربت سيارات، سرقت بعض المعدات، هذا كله إيران تحاول أن ترسل رسائل لأمريكا بأن العراق هو أرض الصراع فيما بيننا، وتريد إيران أن تحقق مصالح لنفسها وليس للعراق. وإلا لو كان حقيقة هذه مقاومة حقيقية لرأينا أن العمليات التي تستهدف القوات الأمريكية تتجاوز العشرات بل تصل إلى المئات، لأن لدينا حجم ميليشيات هائل جدا، ما يقرب من أو تتجاوز عناصر ميليشياوية في العراق ما يتجاوز 150 ألف عنصر.
ولديهم سلاح وعتاد إيراني واضح، لماذا لا تستهدف القواعد الأمريكية حقيقة وليس إعلاما كاذبا؟ لماذا يستهدفون مناطق هنا وهناك؟ فإذا هي القضية ليست قضية مقاومة الاحتلال الأمريكي، وإنما رسائل تريد أن توصلها إيران من خلال هذه الميليشيات والأحزاب المتواجدة في العراق لتحصيل مكاسب إيرانية خاصة بإيران، وليس من أجل المقاومة، مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق. دكتور، انطلاقا من اللقاء الخاص مع الدكتور مثنى والحقائق التاريخية التي كشف عنها في لقائه هذا، إلى أي مدى يمكن تسمية الفصائل التي قاومت فعلا الاحتلال الأمريكي منذ اليوم الأول لاحتلال بغداد وانهيار الجيش العراقي السابق؟ هل هي معروفة يمكن تسميتها؟ حقيقة هذا أمر طبيعي جدا. المقاومة العراقية بعد انطلاقها مباشرة بعد الاحتلال نظمت صفوفها وشكلت خلايا جهادية مقاومة الاحتلال في كل المناطق العراقية وأغلبها في مناطق الغربية وفي مناطق الوسط وفي مناطق الشمال الشمالية. كانت هذه الفصائل معلومة ومشهورة، والقاصي والداني يعرفها وعملياتها مشهورة، كانت تنقلها وسائل الإعلام العربية والغربية وحتى الأمريكان يعترفون بذلك. من أهم هذه الفصائل المعروفة كتائب ثورة العشرين، جيش الراشدين، جيش المجاهدين، جيش المسلمين في العراق، الحركة الإسلامية لمجاهدين العراق، كتيبة أبو عبيد عامر بن جراح، سرايا الدعوة والرباط، كتائب محمد الفاتح، جيش التابعين، وكانت هناك أيضا فصائل أخرى خولت أو من هذه الفصائل خولت الشيخ حارث الضالي رحمه الله وكان فسيح جناتي للحديث باسم هذه الفصائل، وكان يعتبر مثل الناطق الرسمي باسم هذه الفصائل. إذن هذه الجيوش والكتائب لم يستطع حسن نصر الله أن يأتينا باسم واحد لكي يقول هذه الفصائل هي التي قاومت الاحتلال الأمريكي، وإنما كانت هناك أحزاب وميليشيات شيعية عاونت المحتل على احتلال العراق وعلى ترسيخ وجوده على الأراضي العراقية. شكرا جزيلا لكم، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور ثامر العلواني، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.